سريعا كده نقول بقى بعض الاخبار سريعا وعايزين برضو نتكلم على قائمه منتخب مصر في كاس العرب في عقوبات طبعا نزلت بعد انتهاء الجوله الرابعه من بطوله الدوري غرامه ماليه 20 ألف جنيه على النادي الاسماعيلي لتاخر نزول الفريق في بدايه الشوط الثاني وغرامه ماليه على جماهير الاسماعيلي للسباب الجماعي ضد احد عناصر اللعبه في مباراه الاهلي والمقاولين ايقاف ايقاف مخطط احمال نادي المقاولين عبد الرحمن محمد علي 8 مطشات وغرامه ماليه 100000 جنيه لسب الحكم بعد انتهاء المباراه وايقاف حمدي فتحي لاعب الاهلي مباراه للطرد لمنع فرصه محققه طيب قائمه منتخب مصر في كاس العرب مستر كيروش اختار القائمه اللي هتروح مع منتخب مصر ان شاء الله كاس العرب في قطر عندنا مجموعتنا الجزائر لبنان السودان هنبدا اول مباراه يوم 1 ديسمبر مع المنتخب اللبناني ان شاء الله طبعا القايمه كلها لعيبه محليين مفيش لعيبه محترفين خالص حتى احمد حجازي كنت متخيل أنه هو هيكون موجود مع المنتخب ولكن ما تمش اختياره مستر كروش بيدي الفرصه لبعض اللاعبين الجداد في منتخب مصر يعني اختار في حراسه المرمى محمد الشناوي ومحمد صبحي محمود جاد واستبعد محمد ابو جبل اكرم توفيق واحمد فتوح والونش وايمن اشرف واحمد ياسين وضم محمد عبد المنعم اللي هو مدافع الاهلي المعار لفيوتشر وضم مروان داود الظهير الايسر اللي في نادي امبي مواليد 97 ولد جديد في, في نادي امبي لعيب كويس جدا كان بيلعب في نادي الشمس باك ليفت ضمه لمنتخب مصر حمدي فتحي عمر السوليه ودخل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش الهاف ديفندر امام عاشور وكمان ضم عمر كمال عبدال عبد عبد الواحد لاعب فيوتشر مصطفى فتحي احمد رفعت برضو من الاثنين من بصراحه احمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد لعيبه كويسه جدا ضمهم مستر كارلوس كيروش، محمد مجدي أفشا حسين فيصل لاعب سموحه برضو ظهر بشكل كويس مع نادي سموحه ضمه مستر كيروش، محمد شريف واحمد سيد زيزو لاعب الزمالك اعاده مره اخرى ومروان حمدي واسامه فيصل، اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي المهاجم ولد مواليد 2001 لعيب كويس جدا فبرضو دخل في القايمه ويعني في عناصر جديده او وجوه شابه جديده مستر كيروش هيشوفها خلال بطوله كاس العرب دي حاجه كويسه بيدي فرص بس طبعا في يعني استبعادات زي طارق حامد وانا قلت لكم طارق حامد موضوعه مقفول مع مستر كيروش ان يعني بيزعل لما بيقعد احتياطي ف مستر كيروش مش هيحتاجه الفتره القادمه طارق طبعا لعيب كبير ولعيب مميز ومن احسن اللعيبه في مركز الهاف في مصر لكن كل واحد طبعا حسب احتياجاته محمد ابو جبل كانت بالنسبه لي مفاجاه ان هو ما يتمش اختياره أه يعني دي بعض مفيش حد تاني اعتقد تم يعني تم استبعاده هم أه محمد ابو جبل أه طارق حامد أه دول اللعيبه اللي كان يعني موجودين في المنتخب خلال الفترات اللي فاتت